السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله هنشوف مع بعض النهاردة وجبة بالشوفان للفطار او العشاء، حلوة جدا لأي نظام دايت. اتمنى تجربوها وتعجبكم. عندي هنا حبة موز هنفرمها بالشوكة كويس، بعد كده هضيف عليهم معلقتين ونص كبار من العسل، ورشة من الملح، ورشة من القرفة، ومعلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وكوباية كبيرة من الشوفان. هنخلطهم كويس مع بعض، ولو حسيت ان هي كمان محتاجة شوفان عشان تتمسك شوية وتعرفي تشكليها في القاب او الصينية، هنضيف عليها كمان تقريبا معلقة او اتنين. انا عندي هنا حبة الموسكات كبيرة، احتجت معها كمان معلقة من الشوفان. بعد كده هنستخدم قوالب الكوب كيك او صينية صغيرة مدهونة زيت. انا اسفة جدا ان المقطع بتاع المقادير ما تصورش، لكن ان شاء الله المقادير بالظبط في صندوق الوصف. انا هستخدم هنا صينية صغيرة، دهنتها دهن خفيفة من الزيت، وهبدأ افرد فيها الشوفان زي الطرط بالظبط، عشان بعد كده هنستخدمه كقالب لحشوة وتتقدم كده للفطار او العشاء. بعد ما نفردها في الصينيه هندخلها التلاجة على الاقل لمده نص ساعه او ساعه، وبعد كده هنسخن الفرن على درجه حراره 170، وهندخلها الفرن هتقعد تقريبا من 20 ل 25 دقيقه. عندي هنا بعد ما طلعت من الفرن هنسيبها تبرد الاول، وبعدين هنشيلها من القالب. عندي هنا بعد ما بردت لو حابه تحشيها بالمكسرات او باي فواكه متقطعه مع معلقه من العسل، انا هنا هحشيها بزبادي، طبق من الزبادي قليل الدسم، وبعد كده هرش عليها مجموعه من الفواكه المتقطعه. انا استخدمت هنا تفاح اخضر وتفاح احمر وقطع من الفراوله، ولو حابه تضيفي على الوش معلقه من العسل، وخاصة لو استخدمتي فواكه ما هيش سكرية هتحتاج تضيفي معلقة من العسل. ده عندي هنا الوجبة بقت جاهزة، طعمها تحفة جدا، سعراتها الحرارية قليلة، مشبعة جدا للفطار او العشاء. اتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. مع الف سلامة.